نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. الأبرز في التطورات الميدانية، سيطرت الجيش السوري على حي ترشيحة في مخيم حندرات في مدينة حلب. كذلك الأمر تتواصل عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش السوري في مزارع الملاح والقسم الجنوبي الشرقي من مخيم حندرات. يعني فكك الجيش السوري عشرات العبوات الناسفة التي زرعتها الجماعات المسلحة في الطرقات العامة وفي الأبنية السكنية لإعاقة تقدم الجيش السوري. كذلك الأمر في منطقة الكاستيلو، استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في هذه المنطقة ودمر العديد من النقاط العسكرية التي تمركزت فيها الجماعات المسلحة. أكدت المصادر العسكرية في هذا الإطار كفاية مقتل أعداد كبيرة من المسلحين، من بينهم مسلحون من جنسيات غير سورية. كذلك الأمر في حلب القديمة، تصدى الجيش السوري لهجوم مسلحين على بعض النقاط العسكرية في هذه المنطقة ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. أكدت المصادر التي تواصلنا معها بمقتل عشرات المسلحين وجرح آخرين وتدمير بعض المواقع التي تحصنت فيها الجماعات المسلحة. أما شرقية البلاد في مدينة دير الزور بالطبع، مقتل حوالي 80 مسلحا من عناصر داعش خلال جملة استهدافات نفذها الجيش السوري على مواقع المسلحين في الجفرة والمريعية وحويج الصقر. هذه المناطق التي تمركزت فيها الجماعات المسلحة وهي قريبة أيضا من مطار دير الزور العسكري، ولكن الجيش السوري بجملة استهدافات استطاع مقتل حوالي 80 مسلحا من عناصر داعش معظمهم من جنسيات غير سورية. أما بريف العاصمة دمشق، كفاية تتواصل عمليات الجيش السوري في معظم المناطق التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة وتحديدا في زملكة وجوبر وعربين، هذه المناطق التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة. أكدت المصادر العسكرية بأن الجيش السوري دمر موقعين تابعين لجيش الإسلام في مدينة زملكة، بينما قامت القوات البرية بالتقدم في منطقة جوبر القريبة من العاصمة دمشق. وفي دارية بالطبع، تتواصل في الغوطة الغربية، تتواصل عمليات الجيش السوري في هذه المنطقة ودمر العديد من المواقع العسكرية التابعة للجماعات المسلحة. أعلنت جبهة النصرة النفير العام في القلمون بعد أن سيطرت داعش على وادي ميرا بالقرب من عرسال اللبنانية وأعدمت عددا من قيادي الجبهة والجيش الحر. وقام داعش بإعدام أكثر من 20 مسلحا من لواء مغاوير القصير التابع للجيش الحر بعد أن هاجمت مقراتهم في عدة مناطق في ريف القلمون الشرقي وأسرت عددا من القياديين في اللواء في منطقة المحسة وهددت بإعدام كل من معاد إدريس والشيخ معتصم وأبو عاطف في حال رفضهم مبايعة البغدادي. وقد عثر في دير الزور شرقية سوريا على مقبرة جماعية تضم رفاتها 230 شخصا يعتقد أنهم من عشيرة الشيطات أعدمتهم داعش. ومن جهة أخرى، قتل العشرات من عناصر داعش جنوب دير الزور بعد يوم من مقتل أكثر من 60 مسلحا بعمليات للجيش في أحواجة المراعية والجفرة وحويج الصقر ومحسن. يوما تلو الآخر تتكشف جرائم جماعة داعش الإرهابية، ففي بلدة الكشكية الواقعة على ضفة نهر الفرات في البوكمال بدير الزور شرق سوريا، عثر الأهالي على مقبرة جماعية في بادية البلدة تضم رفات عشرات الأشخاص أعدمتهم الجماعة. وأفادت مصادر في البلدة أن الجثث، وهي لأشخاص من عشيرة الشيطات التي ينتمي إليها أهالي البلدة، عليها آثار إطلاق نار، في حين وجدت بعض الجثث وقد فصلت الرؤوس عنها. المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قال إن عدد الجثث 230 جثة، مرجحا أن يكون التنظيم قد أعدم 900 شخص من عشيرة الشيطات. ميدانيا، قضت وحدات من الجيش خلال عمليات نوعية على عدد من متزعمي جماعة داعش في حي الرشدية بدير الزور، بينهم أبو دجانة مسؤول التفخيخ في الجماعة. عشرات القتلى والمصابين من داعش سقطوا بعملية للجيش استهدفت مقرين للجماعة في قرية الشولة بعد يوم على مقتل أكثر من 60 مسلحا خلال عمليات نوعية للجيش في حويجة المريعية والجفرة وحويجة الصقر ومحسن. الجيش دمر آليات ومقارا لجماعة داعش خلال عمليات نوعية دقيقة ومكثفة ضد عدد من تجمعاته في مدينة الطبقة قرب مدينة الرقة، أسفرت عن سقوط عشرات المسلحين بين قتيل ومصاب.
وفي شمال غرب البلاد استهدف الجيش بضربات مباشرة مقرا للجماعات المسلحة في معرة النعمان ومعر حطاط وكفرنبل الواقعة غرب معرة النعمان بريف إدلب، موقعا قتلى من بينهم أمير جبهة النصرة في حارم اللبناني الملقب بأبي بلال إلى القلمون في ريف دمشق، حيث أمر متزعم جماعة داعش في القلمون عناصره بقطع رأس كل من يرفض مبايعة الجماعة. وفي القلمون أيضا قتل أكثر من 10 مسلحين في الاشتباكات المتواصلة بين جماعة داعش وبقية الجماعة المسلحة. في إطار الرد السوري على خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن دمستورا، كشفت مصادر دبلوماسية للميادين أنه رفض نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الأحياء الشرقية لحلب لحفظ الأمن وضمان عدم خرق الاتفاق على تجميد القتال. بحسب المصادر نفسها، رفضت الحكومة السورية نشر قوات من الجيش المصري مع القوات الأممية، كما اشترطت الحكومة السورية دخول قوات سورية من الأمن والشرطة وعودة مؤسسات الدولة إلى أحياء حلب الشرقية. الحكومة السورية رفضت تسليم أمن الأحياء للمسلحين كما طالبت المجموعات المسلحة. كذلك رفضت استصدار قرار من مجلس الأمن للخطة إذا ما كان سيؤدي إلى قرار تحت الفصل السابع، كما طالب الائتلاف السوري المعارض. مزيد من تفاصيل هذه المواقف مع مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. ديما، المزيد من التفاصيل حول هذه المواقف، وإن كانت دمشق قد أبلغتها رسميا للمبعوث الدولي، وبالتالي وبناء على هذه المعلومات كيف تكون الصورة الإجمالية للاتصالات التي يجريها دمستورا مع الأطراف؟ نعم، في الحقيقة كمال، بداية يعني من الواضح أن دمشق أو السوريون عموما أو عفوا الحكومة السورية قد وافقت على ما تم البحث به أثناء وجود دمستورا في دمشق وخلال لقائه بوزير الخارجية ونائبه وأيضا بالرئيس الأسد، أي أنه لم يكن هناك أي حديث عندما كان دمستورا هنا عن موضوع تجميد القتال في المدينة والريف كما تم الطرح أو كما سلمت الخطة بشكل رسمي للطرف السوري بأن تجميد القتال سيشمل المدينة والريف، وبالتالي المخاوف من إقامة منطقة عازلة إذا لم تضبط تركيا حدودها ويعني مع حدود مفتوحة باتجاه الشمال. أيضا لم يتم الحديث نهائيا عن نشر قوات أممية لمراقبة وقف إطلاق النار أو تجميد القتال وضمان عدم خرق أحد الأطراف لهذا التجميد، لأن دمشق تعتبر نفسها طرفا رسميا وهو يلتزم بتعهداته ويلتزم بكل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار، ولكن من باب أولى أن يكون هناك ضمان لدمستورا من قبل المجموعات المسلحة التي حتى الآن هي ترفض هذا التجميد وتشترط شروطا تبدو بالنسبة للحكومة السورية شروطا تعجيزية باتجاه أن يبقى على الأقل الأمن وحماية الأحياء وأيضا حفظ الأمن في الأحياء الشرقية بيد المجموعات المسلحة. أيضا لم يكن هناك أي حديث عن تمويل خارجي من قبل كما طرح الاتحاد الأوروبي ولعودة يعني لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة أو المؤسسات التي تعنى بالبنى التحتية وكذلك من أجل تسيير شؤون الأهالي، لكي لا يكون هناك إدارة ذاتية بتمويل خارجي أيضا يعني يندمج مع فكرة إقامة منطقة عازلة إذا ما بقيت خطة دمستورا تشترط تجميد القتال مع إبقاء كل الحال على يعني كل الوضع على حاله، وخاصة في إطار أن يبقى المسلحون يعني يملكون سلاحهم الفردي وكذلك يملكون أيضا حقية حفظ الأمن في تلك الأحياء إلى جانب قوات أممية. وطبعا التفصيل في نشر أيضا العرض بنشر قوات تابعة للجيش المصري في الأحياء الشرقية. دمشق اشترطت بأن يكون هناك عودة لمؤسسات الدولة بشكل كامل لجهة إدخال المساعدات ولجهة ترميم أو تأهيل للبنى التحتية وكذلك لعودة أو إعادة الحياة إلى تلك الأحياء يكون بمنطق الشراكة مع المجموعات الأخرى، طبعا المجموعات المحلية السورية وإن كانت مسلحة، وليس بمنطق أن يكون هناك إدارتين منفصلتين طيب شرق حلب وغرب حلب. طيب ديما، استفسار حول هذه المواقف السورية. هذه المواقف هي رد على ما جاء في صلب خطة دمستورا، أي أن هذه نشر القوات المصرية والبنود الأخرى هي موجودة في الخطة، أم هي أفكار يعني جاءت بعد الخطة ورفضتها الحكومة السورية أن تضاف إلى خطة دمستورا؟
في الحقيقة كمال، هذه الأفكار كلها سلمت بشكل مكتوب من قبل مساعد دمستورة رمزي عز الدين رمزي لنائب وزير الخارجية، وطبعا كان هناك يعني طرح ونقاش بشكل أولي بينه بين وزير الخارجية ونائبه، ومن ثم طلبت دمشق أن يكون هناك دراسة معمقة لما تم عرضه من قبل رمزي عز الدين رمزي. ولكن ما تحدث به دمستورة عندما كان في دمشق كان مغيرا تماما، لم يكن هناك كما قلت لك لم يكن هناك حديث عن كل الشروط التي رفضتها دمشق داخل الخطة. يعني نحن لا نتحدث عن رفض كامل من قبل الحكومة السورية لكل بنود الخطة، ولكن ما تم رفضه هو ما تم ذكره من حيث نشر قوات أممية وأيضا إيلاء الأمن للمسلحين، وكذلك تجميد أن يشمل المحافظة بشكل عام يعني المدينة والريف، وكل المخاوف التي تنتج عن الرفض السوري لهذه الشروط تحديدا. ولكن بما يخص بقية البنود طبعا هناك موافقة، ولا تزال دمشق كما تقول أنها تتجاوب مع هذه الخطة وصولا إلى منطقة مشتركة أو ربما نقاط مشتركة من أجل الوصول إلى تطبيق هذه الخطة بما يتلائم مع كل الأطراف. شكرا جزيلا ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق. الأزمة السورية لم تغب عن الحراك الدبلوماسي المكثف الذي شهدته العاصمة الإيرانية، فبعد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري زارها وزير الخارجية التركي جوش أوغلو. تقرير نور الدين الدغير. إلى طهران العاصمة التي تشهد حاليا حراكا دبلوماسيا نشطا، تطورات الوضع في المنطقة فتح باب الدبلوماسية هنا في إيران، محورها العراق وسوريا ومواجهة الإرهاب. من رئيس الوزراء السوري ورئيس البرلمان العراقي إلى وزير الخارجية التركي، قد تختلف الأجندات والرؤى لزائر طهران، لكن إيران تقول إن الإرهاب أصبح خطرا استراتيجيا ولا يستثني أحدا. وجود خطر كبير هو الإرهاب يستلزم علينا التقارب في وجهات النظر والعمل على منع دخول الإرهابيين إلى سوريا، وأمل أن يتم ذلك عبر الحوار. لم تعد ساعات الزمن تسمح لمزيد من الإرهاب في المنطقة، قد تكون الرسالة التي أوصلتها طهران لزائرها وربما استقبال إيران لجاوش أغلو قد ترمي إلى دفع أنقرة للانخراط في الحراك السياسي الذي أطلقته روسيا. نعتقد أنه لابد من مرحلة انتقالية تكون فيها حكومة تمثل مختلف الأطياف، وإيران لها الأفكار نفسها. قد نختلف في وجهات النظر، لكن يجب أن يكون تعاوننا في الاتجاه نفسه. حراك دبلوماسي قوي تشهده أروقة السياسة في طهران. تحركت أسهم الدبلوماسية هذه المرة باتجاه أنقرة، علها تحدث خرقا في بعض مواقفها السياسية، ولم لا أن تكون تركيا على مائدة حوار إيرانية حولها من هم يصنفون اليوم بالأعداء. خطوة إيرانية لتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب بدأتها طهران عبر اللقاء الثلاثي السوري الإيراني العراقي، ويبدو أن إيران تبحث عن توسيع دائرة الحضور، وقد تكون باستقبالها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تسعى أيضا لكسر الاصطفاف الطائفي الذي كان الوقود لظاهرة الإرهاب في المنطقة. أمن واستقرار المنطقة إنما هي مسؤولية جمعية تساهم فيها كل دول المنطقة، ولا بد من رؤية موحدة متفق عليها نستطيع من خلالها أن نحقق الأمن وأن ندحر الإرهاب. حراك في طهران يجد امتدادا له في موسكو، قد يكون عنوانه الكبير حل الأزمة السورية، لكن في تفاصيل الخبر سد الطريق أمام انتشار الإرهاب بالمنطقة ومعه إغلاقها أمام التواجد الأجنبي بها. نوردين دغير، طهران، الميادين. وفي منطقة القلمون السورية تفاقمت حدة التوتر بين داعش والجيش الحر في منطقة القلمون الشرقي بعدما قتل داعش 20 مسلحا من لواء مغاوير القصير التابع للجيش الحر. مراسل الميادين أفاد أن داعش الذي أسر هؤلاء المسلحين بعد الهجوم على مقرهم أمس في منطقة المحصى في القلمون الشرقي بريف دمشق يهدد حاليا بإعدام 3 قادة في اللواء، هم الرائد المنشق معد إدريس والشيخ معتصم وأبو عاطف في حال رفضهم مبايعة أبو بكر البغدادي. الانتقال من الدفاع إلى الهجوم الاستباقي الأسلوب الأنجع الذي تتبعه وحدات الجيش العربي السوري استمرارا لتطهير دير الزور من رجس الإرهابي والدواعش. اشتباك البنادق والحراب سباق بين الوجود وعدمه، حرب الرصاص والقذائف والتفجير والانتحار باختصار
هذه معارك دير الزور، الجبهة التي لا يخمد بارود المعارك فيها. بدت معركة الشرق في دير الزور العنوان لقدرة وقوة الجيش العربي السوري الذي يخوض حربا ضد التنظيم الإرهابي داعش ومفرزاته، الذي يدفع بشكل يومي بالآلاف من مقاتليه الانتحاريين للموت على جبهات القتال مدعومين بعربات مفخخة لتدمير الحياة التي يعيشها هؤلاء وللوصول إلى مطار المدينة المحصن بأبنائه. عدة أساليب تتبعها المجموعات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي. هنا طائرات استطلاعية سخرها التنظيم لمحاولات التجسس على منطقة المطار وعلى المناطق عدة في دير الزور، لكن وحدات الجيش العربي السوري استهدفت هذه الطائرتان. على مسافة تتجاوز امتدادها 4 كيلومترات من الجنوب في حواجة المرعية وصولا إلى حواجة صقر شمالا تجري العمليات القتالية. الانتقال من الدفاع إلى الهجوم الاستباقي الأسلوب الأنجع لعمل قوات الجيش عبر مجموعات اقتحام راكمت كفايتها من الخبرة القتالية على خطوط النار. محاور عدة تقتحم منها وحدات المشاة في الجيش العربي السوري للسيطرة على بعض الكتل والأبنية التي تعد مرصد استراتيجي في حال السيطرة عليها، نظرا لكونها تسيطر على كامل المساحة الجغرافية المكشوفة أمامها. يقتحم الجنود هنا الموتى بالموت على جبهات المعارك لتحرير أرض الفرات التي تشبههم ويشبهونها، فسلام للدير وحراسها. لأخبار تلفزيون جعفر يونس، دير الزور. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن نتائج المباحثات التي أجراها في طهران والوفد الوزاري المرافق كانت متميزة وستسهم في تأمين المتطلبات الأساسية لصمود الشعب السوري. أكد رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي أن المباحثات التي أجراها والوفد المرافق في طهران تمخضت عن نتائج إيجابية ستسهم في تأمين المتطلبات الأساسية لصمود الشعب السوري من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية ضمن برامج زمنية ومحددة. تم الوصول إلى خلاصة في نتاج هذه الزيارة. هذه الخلاصة تتكون من 3 نقاط. النقطة الأولى اللي هي متابعة الدعم الإيراني كما تحدثت، وخاصة في المجال المعيشي والاقتصادي والتنموي والخدمي. ستستمر إيران بتأمين المشتقات النفطية للشعب السوري خلال الشهرين القادمين بمعدل 3 ناقلات شهريا على الأقل ب 3 مليون برميل في الشهر الواحد. ستستمر إيران أيضا بتأمين المتطلبات المعيشية سواء كانت التموينية أو السلع الضرورية لقطاع الخدمات في الكهرباء والصحة والموارد المائية وغيرها من القطاعات الضرورية كقطاع المطاعم، مما تبقى من الخط الائتماني الأول. النقطة الثانية اللي هي موضوع الضمانات والاستثمارات المشتركة. اتفقنا مع سيادة الرئيس حسن روحاني ومع الحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية بأن يكون هناك وفد إيراني يتكون من الوزارات المعنية، وهي وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، وزارة النفط. وأكد الحلقي أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق عالي المستوى في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية بهدف ترجمة ما تم التوصل إليه على أرض الواقع. ساد جو الزيارة واللقاءات جو عالي من التفاهم والتقدير لما تتعرض له سوريا من تآمر ومن حرب تشن عليها خلال هذه الفترة الزمنية الماضية. هناك رأي واضح كان للقيادة الإيرانية بكل مستوياتها، وهو الاستمرارية بدعم الجمهورية العربية السورية والشعب السوري بتأمين كل متطلبات الصمود للقوات المسلحة وأيضا للشعب السوري. الحلقي أشار إلى تقدير القيادة والشعب الإيراني لصمود الشعب السوري وصبره وتلاحمه مع القيادة والجيش، وكذلك تقدير القيادة الإيرانية للانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني على كامل التراب الوطني. وأقرت الحكومة مشروع تعديل المرسوم التشريعي المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين، كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون الموقع في دمشق في شهر
ايلول الماضي بين وزارة الاعلام واتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في ايران. تقدم الحكومة السورية 75% من الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري رغم الحصار والعقوبات الاقتصادية، وتستمر في أداء التزاماتها وتقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا. هذا ما أكده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان عقب تجديد مجلس الأمن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. اعتمد أعضاء مجلس الأمن القرار 2191 الذي جدد مضمون الفقرتين 2 و3 من القرار 2165، وركز بشكل رئيسي على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وأكد الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا. إن الحكومة السورية كانت شريكا أدى التزاماته بشكل كامل ومستمر في العمليات الهادفة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وهذا هو السبب في توقيع الحكومة مع الأوتشا 6 خطط استجابة، حيث سيتم التوقيع على 7 قريبا جدا. وأكد الجعفري أن سفراء الأردن ولوكسمبورغ وأستراليا لدى مجلس الأمن أصحاب المبادرة في اعتماد القرار المذكور لا يتابعون ما يجري على الأرض في سوريا. السفراء 3 سفراء أستراليا واللوكسمبورغ والأردن قدموا لكم عرضا مضللا لا يستند إلى أي وقائع، منفصل عن الواقع بالكامل، حول مقتضيات اعتماد القرار 2191. ووقع السفراء الحقيقة 3 في متناقضات فظة فيما بينهم، وهذا يدل على استهتارهم بالموضوع الذي نحن بصدده. تقارير كبار موظفي الأمم المتحدة في دمشق يبدو أن هؤلاء السفراء لا يقرؤونها أو لا تصل إلى أسماعهم، وإن قرؤوها فهم لا يريدون أن يفهموها. طبعا هناك من هو في الأوتشا يضلل أعضاء مجلس الأمن بتقديم تقارير كاذبة وغير صحيحة، لكن الكل مدعو إلى أن يبذل جهدا كبيرا من أجل أن يفهم ماذا يجري في سوريا. هذا قرار لمجلس أمن، هذه ليس هو مجرد ورقة. وبين الجعفري أن خطة آموس لإدخال المساعدات كانت لها أهداف سياسية معينة. الهم الوحيد يجب أن يكون مساعدة الحكومة السورية على إيصال المساعدات لمن يحتاجها، وليس كسر السيادة السورية، لأن هذه السياسة فشلت على الرغم من كل التضليل الذي قامت به آموس في كل إحاطاتها لمجلس الأمن. لم تستطع أن تدخل إلى سوريا غير 5% فقط من المساعدات التي كان من المخطط أن تدخل إلى سوريا. لماذا 5%؟ لأن الخطة بالأساس كانت خاطئة، غير واقعية، غير عملية، تحاول أن تتهرب من التنسيق مع الحكومة السورية، لها أهداف سياسية معينة. بعض قوافل المساعدات يلي هي بالأساس 239 قافلة فقط، شاحنة عفوا مش قافلة، فقط 239 شاحنة دخلت عبر الحدود. بعض هذه الشاحنات تركها الممثلون الدوليون الأمميون في مناطق تسيطر عليها داعش وجبهة النصرة، وبعض الألوية التي تدعي أنها يعني تحمل أسماء وهمية. وطالب الجعفري الجميع بمشاهدة الحقائق على أرض الواقع وعدم تجاهل ما تقوم به الحكومة السورية على الصعيد الإنساني وما يساعد على حل الأزمة. قدم نائب وزير الخارجية ومغتربين الدكتور فيصل مقداد اليوم تعازي قيادة وحكومة وشعب سوريا بضحايا الاعتداء الآثم الذي استهدف مدرسة في مدينة بيشاور في باكستان أول أمس، وذلك في مقر السفارة الباكستانية بدمشق. وأكد الدكتور المقداد في تصريح للصحفيين أنه يجب على الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة أن تتوقف عن ذلك حرصا على أبنائها وأطفالها، لأن من يغذي الإرهاب لقتل الأطفال في باكستان وسوريا سيواجه نفس الخطر عندما يتوجه الإرهاب إلى مدارسه وشوارعه ومدنه ومؤسساته. من جانبه عبر سفير جمهورية باكستان وحيد أحمد عن شكر بلاده العميق لسوريا قيادة وحكومة وشعبا على تعازيها ووقوفها إلى جانب بلاده، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق لمواجهة الأعمال الإرهابية، منها توعية الشعوب وتعبئتها كي تدرك خطورة هذه الأعمال وآثارها المدمرة.
لننقل إلى سعادة السفير نيابة عن قيادة الجمهورية العربية السورية وعن حكومتها وعن كل شعب سوريا بما في ذلك أطفال سوريا التعازي الحارة لأشقائنا في جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة هذه الجريمة التي ارتكبتها عصابات الطالبان ضد أبناء الشعب الباكستاني في مدينة بيشاور. الأعمال الإرهابية لا تستثني أي شعب ولا تبرر إجرامها على الإطلاق، لذلك كانت سوريا والباكستان ضحيتان للأعمال الإرهابية الإجرامية. أكدنا أن وحدة العمل في مكافحة الإرهاب يجب أن تتعزز دائما، ونحن والباكستان تربطنا علاقات وثيقة في مكافحة الإرهاب وستتعزز في المستقبل. الدكتور وائل حلقي رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن نتائج المباحثات التي أجراها في طهران والوفد الوزاري المرافق كانت متميزة وستسهم في تأمين المتطلبات الأساسية لصمود الشعب السوري. أكد رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي أن المباحثات التي أجراها والوفد المرافق في طهران تمخضت عن نتائج إيجابية ستسهم في تأمين المتطلبات الأساسية لصمود الشعب السوري من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية ضمن برامج زمنية ومحددة. تم الوصول إلى خلاصة في نتائج هذه الزيارة. هذه الخلاصة تتكون من ثلاثة نقاط. النقطة الأولى اللي هي متابعة الدعم الإيراني كما تحدثت، وخاصة في المجال المعيشي والاقتصادي والتنموي والخدمي. ستستمر إيران بتأمين المشتقات النفطية للشعب السوري خلال الشهرين القادمين بمعدل ثلاث ناقلات شهريا على الأقل ب 3 مليون إجمالي 3 مليون برميل في الشهر الواحد. ستستمر إيران أيضا بتأمين المتطلبات المعيشية سواء كانت التموينية أو السلع الضرورية لقطاع الخدمات في الكهرباء والصحة والموارد المائية وغيرها من القطاعات الضرورية كقطاع المطاحن مما تبقى من الخط الائتماني الأول. النقطة الثانية اللي هي موضوع الضمانات والاستثمارات المشتركة. اتفقنا مع سيادة الرئيس حسن روحاني ومع الحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية بأن يكون هناك وفد إيراني يتكون من الوزارات المعنية وهي وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، وزارة النفط. وأكد الحلقي أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق عالي المستوى في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية بهدف ترجمة ما تم التوصل إليه على أرض الواقع. ساد جو الزيارة واللقاءات جو عالي من التفاهم والتقدير لما تتعرض له سوريا من تآمر ومن حرب تشن عليها خلال هذه الفترة الزمنية الماضية. هناك رأي واضح كان للقيادة الإيرانية بكل مستوياتها، وهو الاستمرارية بدعم الجمهورية العربية السورية والشعب السوري بتأمين كل متطلبات الصمود للقوات المسلحة وأيضا للشعب السوري. الحلقي أشار إلى تقدير القيادة والشعب الإيراني لصمود الشعب السوري وصبره وتلاحمه مع القيادة والجيش، وكذلك تقدير القيادة الإيرانية للانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني على كامل التراب الوطني. وأقرت الحكومة مشروع تعديل المرسوم التشريعي المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين، كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون الموقع في دمشق في شهر أيلول الماضي بين وزارة الإعلام واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في إيران. تقدم الحكومة السورية 75% من الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري رغم الحصار والعقوبات الاقتصادية، وتستمر في أداء التزاماتها وتقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا. هذا ما أكده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان عقب تجديد مجلس الأمن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. اعتمد أعضاء مجلس الأمن القرار 2191 الذي جدد مضمون الفقرتين 2 و3 من القرار 2165، وركز بشكل رئيسي على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأكد الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا. إن الحكومة السورية كانت شريكا أدى التزاماته بشكل كامل ومستمر في العمليات الهادفة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وهذا هو السبب في توقيع الحكومة مع الأوتشا 6 خطط استجابة، حيث سيتم التوقيع على 7 قريبا جدا. وأكد الجعفري أن سفراء الأردن ولوكسمبورغ وأستراليا لدى مجلس الأمن أصحاب المبادرة في اعتماد القرار المذكور لا يتابعون ما يجري على الأرض في سوريا. السفراء 3 سفراء أستراليا واللوكسمبورغ والأردن قدموا لكم عرضا مضللا لا يستند إلى أي وقائع، منفصل عن الواقع بالكامل، حول مقتضيات اعتماد القرار 2191. ووقع السفراء الحقيقة 3 في متناقضات فظة فيما بينهم، وهذا يدل على استهتارهم بالموضوع الذي نحن بصدده. تقارير كبار موظفي الأمم المتحدة في دمشق يبدو أن هؤلاء السفراء لا يقرؤونها أو لا تصل إلى أسماعهم، وإن قرؤوها فهم لا يريدون أن يفهموها. طبعا هناك من هو في الأوتشا يضلل أعضاء مجلس الأمن بتقديم تقارير كاذبة وغير صحيحة، لكن الكل مدعو إلى أن يبذل جهدا كبيرا من أجل أن يفهم ماذا يجري في سوريا. هذا قرار لمجلس أمن، هذه ليس هو مجرد ورقة. وبين الجعفري أن خطة آموس لإدخال المساعدات كانت لها أهداف سياسية معينة. الهم الوحيد يجب أن يكون مساعدة الحكومة السورية على إيصال المساعدات لمن يحتاجها، وليس كسر السيادة السورية، لأن هذه السياسة فشلت على الرغم من كل التضليل الذي قامت به آموس في كل إحاطاتها لمجلس الأمن. لم تستطع أن تدخل إلى سوريا غير 5% فقط من المساعدات التي كان من المخطط أن تدخل إلى سوريا. لماذا 5%؟ لأن الخطة بالأساس كانت خاطئة، غير واقعية، غير عملية، تحاول أن تتهرب من التنسيق مع الحكومة السورية، لها أهداف سياسية معينة. بعض قوافل المساعدات يلي هي بالأساس 239 قافلة فقط، شاحنة عفوا مش قافلة، فقط 239 شاحنة دخلت عبر الحدود. بعض هذه الشاحنات تركها الممثلون الدوليون الأمميون في مناطق تسيطر عليها داعش وجبهة النصرة، وبعض الألوية التي تدعي أنها يعني تحمل أسماء وهمية. وطالب الجعفري الجميع بمشاهدة الحقائق على أرض الواقع وعدم تجاهل ما تقوم به الحكومة السورية على الصعيد الإنساني وما يساعد على حل الأزمة. قدم نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد اليوم تعازي قيادة وحكومة وشعب سوريا بضحايا الاعتداء الآثم الذي استهدف مدرسة في مدينة بيشاور في باكستان أول أمس، وذلك في مقر السفارة الباكستانية بدمشق. وأكد الدكتور المقداد في تصريح للصحفيين أنه يجب على الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة أن تتوقف عن ذلك حرصا على أبنائها وأطفالها، لأن من يغذي الإرهاب لقتل الأطفال في باكستان وسوريا سيواجه نفس الخطر عندما يتوجه الإرهاب إلى مدارسه وشوارعه ومدنه ومؤسساته. من جانبه عبر سفير جمهورية باكستان وحيد أحمد عن شكر بلاده العميق لسوريا قيادة وحكومة وشعبا على تعازيها ووقوفها إلى جانب بلاده، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق لمواجهة الأعمال الإرهابية، منها توعية الشعوب وتعبئتها كي تدرك خطورة هذه الأعمال وآثارها المدمرة. لننقل إلى سعادة السفير نيابة عن قيادة الجمهورية العربية السورية وعن حكومتها وعن كل شعب سوريا بما في ذلك أطفال سوريا التعازي الحارة لأشقائنا في جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة هذه الجريمة التي ارتكبتها عصابات الطالبان ضد أبناء الشعب الباكستاني في مدينة بيشاور. الأعمال الإرهابية لا تستثني أي شعب ولا تبرر إجرامها على الإطلاق، لذلك كانت سوريا والباكستان ضحيتان للأعمال الإرهابية الإجرامية. أكدنا أن
وحدة العمل في مكافحة الإرهاب يجب أن تتعزز دائما، ونحن والباكستان تربطنا علاقات وثيقة في مكافحة الإرهاب وستتعزز في المستقبل.